السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حصاد الرياضيه، والبدايه مع ابرز العناوين. اللجنه المؤقته لنادي الجزيره تجتمع للمره الاولى. ومهام صعبه بانتظار اللجنه المؤقته بخصوص اللاعبين والجهاز الفني. اذا اجتمعت اللجنه المؤقته لنادي الجزيره للمره الاولى بحضور السيد خالد مصطفى رئيس اللجنه والدكتور معاذ ابو دلو نائب الرئيس والسيد محمود الكيلاني امين السر والسيد محمد الكباريتي امين الصندوق والدكتور زياد رميلي الناطق الاعلامي والسيد حسين الشابات رئيس اللجنه الرياضيه والسيد سامي عبد العزيز وتمخض عن الاجتماع قرارات كثيره سوف نناقشها مع ضيوفي السيد خالد مصطفى رئيس اللجنه المؤقته لنادي الجزيره والدكتور زياد الرميري عضو اللجنة الناطق الإعلامي نادي الجزيرة لكن بعد هذا الفاصل جد الترحيب بكم اعزائي المشاهدين، حديثنا اليوم سيكون عن نادي الجزيرة واللجنة المؤقتة لنادي الجزيرة، ضيوفي في الاستوديو اليوم الاستاذ خالد مصطفى رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الجزيرة، مساء الخير استاذ خالد. مساء الخير الله يعطيك الف الله يعافيك دكتور زياد الرميلي الناطق الاعلامي وعضو اللجنة المؤقتة لنادي الجزيرة، مساء الخير. مساء الخير كل الاحترام استاذ احمد. الله يعطيك الله, الله يسلمك. من اجتماعات لاجتماعات عبء كبير عليكم اليوم. كان. وان شاء الله انه يعني إن قدر هذه الاجتماعات قدر المسؤوليه باذن الله دكتور او استاذ خالد نبدا يعني اليوم كان اول اجتماع لكم صحيح. منذ تعيينكم من وزاره الشباب صحيح. ينتظركم مجهود كبير من اجل خروج او اخراج نادي الجزيره من عنق الزجاجه بسم الله الرحمن الرحيم يعني مبين التعب <تصفيق> <تصفيق> اسمح لي حقيقة <applause> أخي أحمد هون بداية يعني أني أولا أشكر دكتور معالي الدكتور محمد أبو رمان وزير الثقافة ووزير الشباب على ثقته في هاي اللجنة وإن شاء الله أنه أولا نكون عند حسن الظن وعلى قدر من المسؤولية واسمح لي أيضا أني أشكر إدارة النادي السابقة وكل إدارات النادي التي تعاقبت على هذا النادي والتي بذلت جهد في الوصول بهذا النادي الى درجه ايضا من الانجازات وحقيقه يعني من اجتهد فاصاب له اجران ومن اجتهد فاخطا له اجر نعم. وايضا الادارات السابقه اجتهدت وهون ايضا ما بنسى اخواننا في الهيئه العامه وجمهورنا العريض اللي حقيقه بنكن له كل الاحترام والتقدير وبنشكره على وقفته الرائعه مع هذا النادي وبنتمنى ايضا استمراره في ودعمه لهذا النادي آه يعني حقيقة اليوم كان آه أول اجتماع لنا للهيئة الإدارية المؤقتة وأنا تشرفت أني أكون رئيس لهذه اللجنة وتشرفت أيضا بإخوان أعزاء آه يعملوا بروح الفريق وكان يجب أن نقف على مجموعة من القضايا آه اللي بتتعلق بنادي الجزيرة آه وتبتعرف الاجتماع الأول هناك مجموعه من الاعراف البروتوكوليه توزيع المناصب الاداريه وانت ذكرتهم في مقدمتك صحيح. استاذ احمد لكن كان هناك ايضا مجموعه من القرارات وكان ايضا من اهم هذه القرارات والتي نشعر بانها مريحه وستساهم في عملنا موضوع تشكيل اللجنه الرياضيه للوقوف على واقع الفرق الرياضيه في نادي الجزيره وبامانه اخي احمد نحن متفقين على انه نحن بحاجه ونحا وسنحافظ على هذا الجهاز الفني والاداري وعلى لاعبين هذا النادي لانه في الفتره الماضيه قدموا انجازات رائعه. وايضا من قراراتنا كانت والتي ستظهر سريعا موضوع شراء نظام مالي للنادي وان شاء الله خلال الاسبوع القادم سيبدا العمل في نظام مالي لحوسبه العمليه الماليه لهذا النادي وايضا تم تكليف الدكتور زياد والاستاذ سامي للوقوف على عمل يوم نشاطي عام لدعم هذا النادي من خلال جمهوره العريض اللي انا بقول بانه هذا الجمهور آه كان دائما خلف نجاحات هذا النادي نعم. آه هذه من أبرز القضايا اللي تناولها للأمانة آه اجتماعنا اليوم بالإضافة لا آه للوقوف على حقائق وواقع الحالة الاقتصادية والمالية للنادي سيكون في تقرير مالي سيقدم نعم. للهيئه الاداريه المؤقته خلال الاسبوع القادم من خلال امين الصندوق الاستاذ محمد الكباريتي والتعاون مع محاسب النادي وتقرير ايضا مالي عفوا تقرير اداري سيقدم من خلال امين السر الاستاذ محمود الكيلاني للوقوف على حاله العضويه في النادي هاي ابرز القرارات نعم. اللي اليوم اشتغلنا عليها اخي احمد الله يعطيك عافية دكتور <applause> ناقشتم اليوم العديد من النقاط والقرارات بما يخص نادي الجزيرة وأعتقد أبرز النقاط والتي تهم النادي والجميع من من يخص نادي الجزيرة الوضع المالي للنادي وأنت كلفت شخصيا بمراجعة أو العلم لمستحقات النادي لدى الاتحاد نتحدث اكثر عن الوضع المالي لنادي الجزيره، وماذا ستفعلون بمستحقاتكم عند الاتحاد؟ شكرا استاذ احمد. في الحقيقه التركه ثقيله صحيح ومحمله بالكثير من التحديات والصعاب. عندما نتحدث عن هذه التحديات والصعاب، نتحدث عن تحديات مرتبطه باللاعبين والجهاز الفني من خلال اللي هو تثبيت خلينا نحكي اللاعبين الموجودين في نادي الجزيره، تتحدث عن لاعبين انتهت عقودهم مثل يزن العرب، مهند خير الله، فراس شلبايه، هؤلاء اللاعبين كانوا اعمده هذا الفريق، فنحن كاداره مؤقته معنيين بتثبيت وتمديد عقود هؤلاء اللاعبين، زي ما بتلاحظ جميع الانديه آه الان آه حاولت وبشكل كبير اللي هو التقاعد مع هؤلاء اللاعبين والمميزين واللي ساهموا بشكل كبير في تحقيق الانجازات السابقه خلال الثلاثة او سنوات آه الماضيه آه ايضا تتحدث انت عن آه تحديات وهي التحدي الاكبر اللي هو التحدي المالي اللي انت تحدثت عنه هنالك يعني مديونيه كبيره على نادي الجزيره هذا التحدي حقيقه يقف عائق وبشكل كبير في تطور أي نادي من هذه الأندية لأنه الأساس إذا ما توفر لديك والمتمثل خلينا نحكي بالسيول المادية والملاءة المالية لهذا النادي أنت تستطيع أن تتعاقد مع لاعبين على سوية عالية يستطيع من نستطيع من خلالها أن نستمر في تحقيق الإنجاز الجزيرة في السنوات الثلاثة والأربعة الماضية استطاع أن يكون رقما صعبا ليس فقط على مستوى الاستحقاقات المحلية والبطولات المحلية وإنما خرج ذلك أيضا إلى البطولات الإقليمية وتحديدا هي بطولة الاتحاد الآسيوي الجزيرة من ثلاث سنوات يشارك في هذا الاستحقاق ويحقق يعني نتيجة طيبة وكان يعني قاب قوسين أو, أو أدنى في بطولتين اللي هو الحصول على بطل غرب اسيا وبالتالي تحقيق انجاز للاردن في هذا المجال، تتحدث انت عن تحديات اداريه ايضا في 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 في, في هذا النادي، تتحدث عن تحدي مهم جدا وهو يتمثل في ارضاء هذا الجمهور المتعطش صحيح لتحقيق نتائج طيبه وانجازات لهذا النادي العريق اللي عمره الان يزيد عن 72 سنه. <ممم> نعم. نعم. استاذ خالد نتحدث عن دعوه محبي وعشاق نادي الجزيره وداعمي نادي الجزيره الى حفل ممكن ل وفتح باب فتح باب وشرح الوضع الوضع المالي وفتح باب التبرعات وهذا خطوه بالطريقه الصحيحه اعتقد للجنه يعني اخي احمد حقيقه احنا اليوم وقفنا على مجموعه من الارقام التي التي تتعلق بمديونيه النادي واحنا تعرف انه اي خطه واي استراتيجيه يجب ان تعمل عليها يجب ان تبنى على ارقام حقيقيه هلا احنا بدانا ايضا بالطلب من الاستاذ محمد الكبريتي امين الصندوق انه يزودنا بالتقرير المفصل نعم. ماليا حتى نستطيع الوقوف على حجم المديونيه لهذا النادي ومن هنا سيبدا العمل على خطه باذن الله نكون من خلالها قادرين على دعم النادي قدر المستطاع وجزء من هذه الخطه وهو مرتبط بدعم مشجعين وجماهير هذا النادي ومحبينه صحيح. من خلال حفل خيري من خلال وزي ما ذكرنا اخي احمد تم تكليف آه الدكتور آه زياد والاستاذ سامي لصياغه آه ويعني التعامل مع اليات هذا الحفل واليه تنفيذه طبعا راح يكون الحفل باتفاق لكن لإعطائنا صورة مبدئية عن ماذا نريد من هذا الحفل وكيف سندير هذا الحفل وهذا أيضا يعني مطلب سريع وسيكون بإذن الله خلال فترة قصيرة بإذن الله تنفيذه <applause> دكتور شو رأيك نتحدث عن أرقام ديون نادي الجزيرة والالتزامات النادي بالنسبة للاعبين <applause> يعني حقيقة يعني انا اتالم وانا يعني او تالمت خلينا نحكي عندما رايت هذه الارقام وحجم هذه الديون، ديون كبيرة قد تكون يعني قد تقف عائق امام تقدم مسيرة هذا النادي وتضع هذا النادي في مهب الريح ولكن نحن باذن الله تعالى سنضع يعني الخطط اللازمة للتغلب على هذه التحديات اللي هي التحديات المالية يعني أمامي الآن أنا مجموعة من الأرقام أنا لا أريد أن أدخل يعني في التفاصيل ومفردات خلينا نحكي الديون ال 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 بتفاصيلها الدقيقة ولكن سأعطيك بعض الأرقام التقريبية المخيفة نعم والمرعبة خلينا أحكي لك إياها صراحةً التي اثقلت اللي هو كاهل هذا النادي عندما نتحدث الان الاداره امامها تحدي كبير تتحدث عن التزامات حاليه اتجاه اللاعبين والجهاز الفني والاداري لهذا النادي تقدر تقريبا انا الان ساتحدث بالارقام بالدينار وليس بالدولار نعم. وممكن اعطيك الرقم المقابل لها بالدولار انت تتحدث تقريبا عندنا 271 الف دينار استحقاقات الان ماليه يجب هاي لدى اللاعبين والجهاز الفني يجب ان تصرف خلال الاسابيع القادمه تتحدث يعني عن مستحقات للجهاز الفني، ومقدمات وعقود ورواتب مستحقه للاعبين، مستحقات للاعبين سابقين تركوا نادي الجزيرة، بالإضافة إلى الكادر الفني والإداري، هذا الرقم رقم كبير على نادي الجزيرة، هذا المحور الأول، المحور الثاني وهو الأهم، واللي هذا هو الآن هدف لحظي، وهدف إني يعني يجب أن نضع له حل سريع. لأنه مرتبط بالقضايا والمخالفات التي تم ارتكابها في هذا النادي واللي ترتب عليها اللي هو عقوبات من الفيفا صحيح. وهذه العقوبات يعني خطيرة جدا طبعا. ليش لأنه الآن في القضية الأولى المتمثل بقضيه نادي الاتفاق السعودي وقضيه اللاعب احمد عبد الستار ومع قضيه محمد الوائل الرفاعي انت تتحدث عن 41 الف دينار تتحدث عن اكثر من 70 الف دينار حكم فيها الان ما في اي مجال للاستئناف ولا في اي مجال هاي هذا المدفوع يجب ان يتم صرفه خلال ال 45 يوم القادمه وكل يوم نتاخر فيه في, في الدفع في عليه صح. غرامات ماليه اذا هذا استحقاق مالي مهم جدا طبعاً. يجب دافعه انت تتحدث هاي القضيه بت فيها الفيفا انت تتحدث عن قضايا اخرى الان هي بالنسبة لي. يعني أهم قضية اللي هي قضية الكابتن نزار محروس ومساعده اللي هو سويدان م. أنت تتحدث عن تقريباً ستة ألف دينار ما يعادل خمسين ألف دولار عملنا يعني الإدارة السابقة عملت تسوية م. مع هذا المدرب لدفع هذا المبلغ ولكن المبلغ المستحق قانونياً أنا بحكي لك م. على نادي الجزيرة يزيد تقريباً عن الميتين ألف دولار لأنه نحن مطالبين بدفع عقد نزار محروس كامل تقريبا سنه ونص او ما يقارب السنتين صحيح. شكر خاص انا وجهه من هذه القناه الى الكابتن نزار محروس تعاون في 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 هذا الامر ويعني الان معنا مهله تقريبا ليوم الثلاثاء او الاربعاء القادم لتسديد هذا الاستحقاق وطلب فقط اللي هو ستة ألف دينار اللي هو خمسين ألف دولار بالإضافة إلى دفع اللي هو أتعاب المحامي إذا ما إحنا أنجزنا هذا الموضوع اللي هو قضية نزار محروس وفرنا على النادي ما يقارب المئة وخمسين ألف دولار مئة ألف دولار تتحدث أنت عن قضية عواطة هذا اللاعب الذي لم يشارك إلا تقريباً عشرين دقيقة في نادي الجزيرة وله الان مستحقات تقديريه مب... المب... 22 الف دينار الترتيب اذا دفعنا الان هذه التسويه معه تقريبا 22 الف دينار تتحدث عن 30 او 35 الف دولار اذا لم ندفع هذا المبلغ خلال الفتره المستحقه سينتقل هذا المبلغ الى تقريبا 65 الف دولار اوكي فيعني احنا مطالبين بانه نخلص هذه التسويات حتى نوفر على خزينه النادي ما يزيد عن ال وعشرين الف دولار، تتحدث عن قضيه لاعب اسمه أليدو، لديه مم. هذا اللاعب ايضا اجى وما لعبش من هذا له 10000 دينار، تتحدث مطالبه المبلغ الحقيقي له 35 الف دولار، في عندنا مخالفات اثناء مشاركتنا في الاتحاد الاسيوي 5000 دينار، تتحدث عن 8000 دولار، في المجموع مم. كله انت تتحدث عن قيمه المطالبات ب 114 الف دينار اذا احنا دفعنا هذه في 40 الف دينار خلص تسووا اذا احنا دفعنا المبالغ ضمن الزمن الفتره الزمنيه المحدده تقريبا بدنا شهر اوكي وقضيه نزار محروس اقل من اسبوع فاحنا رايحين ندفع تقريبا 114 الف دينار نعم 114 الف دينار النقطة الثالثة الرابعة والثالثة. عندي أنا التزامات حالية اتجاه أطراف خارجية لم أذكرها يعني من خلال ديون شخصية لأشخاص قاموا يعني استدانة النادي في هذه المبالغ تقدر برقم خيالي تقدر تقريبا ب وأربعين ألف دينار أنت تتحدث تقريبا عن 350 ألف دولار يعني صحيح. ما يقارب أنا بعطيك الآن صحيح. أرقام تقريبية قد م. يزيد هذا المبلغ بضع الاف وقد يقل الحين صدور القرار المالي, القرار المالي صحيح المالي ولكن هاي كلياتها معطيات رقميه موجوده آه عندنا تتحدث الان المصيبه الكبرى تتحدث عن ذمم اعضاء مجلس اداره سابقين راح اذكر منهم اثنين فقط اللي هم رؤساء الانديه السابقين تتحدث عن ذمه سمير منصور تقريبا 284 الف هو اخذ كان له تقريبا 438 الف صحيح. اخذ جزء وتبقى تقريبا 284 الف دينار تم تسوية هذا الأمر الإدارة السابقة مع السيد سمير منصور بأنهم يدفعوا 200 ألف دينار بحيث انه يصير في تسديد سنوي بقيمه 60,000 دينار تتحدث عن آه للا 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 الذمه ل. الأستاذ محمد. الأستاذ محمد المحارمي أبو يحيى تتحدث عن 424,000 آه دينار، إذا هذا الرقم يعني كبير جدا، ضيف لها لأشخاص آخرين 33,000 و 8,000 و 3,000 تتحدث عن. 752 الف دينار اردني اي ما يعادل اكثر من مليون, مليون. صح. دولار. دولار يعني اذا تتحدث مليون دولار 700 تعدد عن مليون تقريبا و80 الف دولار هاي مجموع الذمم السابقه اذا بالمحصله بالمجموع انا حتى يعرف المشاهد يعني حجم م. التركه اللي تحملتها الان او ستتحملها الان الاداره المؤقته لعين اللي, اللي هو اجراء انتخابات م. جديده واللي هو وصول اداره دائمه لهذا النادي تتحدث عن مليون و128 الف دينار هذه ديون اللي هو النادي والاستحقاقات المترتبه على النادي نعم. وفي رقم ما بيعرفه الاستاذ خالد م. هذا بس هاي يعني نقدر نقول هي ديون قديمه وقلائل م. من الناس بيعرفوها لانه اليوم ما تم يعني طرحها في مجلس الاداره او في اجتماع مجلس الاداره هنالك ايضا 450 الف دينار اردني ديون خلينا نحكي اصحابها لم يطالبوا فيها نعم. منهم من توفى منهم من مات ومنهم ومنهم من هو عايش ولا يريد ان يطالب هذه الديون ليست مرتبطه بالاداره الحاليه الاداره السابقه اداره الرئيس محمد اليحيى نعم. وليست اداره سمير منصور هي مجموع يعني لتراكمات ديون سابقة وهي الأستاذ خالد أنا متأكد أنه ما بيعرف عنها ولكن أنا ابن النادي أنا اشتغلت في نادي الجزيرة لا. وكنت عضو مجلس إدارة وكنت رئيس للجنة الرياضية أعلم عن هذه التفاصيل إذا هذا هو يعني ملخص لحال الجزيرة المالية نعم يعني أنا أستاذ خالد بس أسألك عن ضمن الأرقام هاي الهائلة المخيفة اللي سمعناها من الدكتور الآن عندكم الحلول لها أم لا تمتلكون العصا السحرية منذ البداية؟ <applause> صحيح يا أخي أحمد يعني صحيح إحنا لا لا مم. نملك حال سحري ولكن نملك قلب صحيح وتعاطف كبير مع نادي رائع ونادي مم. عظيم ونادي له إنجازاته على الساحة الأردنية طبعاً وهذا ما نراهن عليه وأيضاً يعني اسمح لي إني أشكر هنا إخواني رؤساء النادي السابقين سواء كان سمير منصور أو محمد المحارمة لأنه حتى بهاي المديونية وبهاي الأرقام ما زال محمد المحارمة لم يطالب بذممه المستحقة على هذا النادي والأخ سمير أيضا أنا بتمنى ومن هنا أيضا ومن على هذه الشاشة أنا متأكد بأنه هم من سيجعل هذا النادي يقف ايضا على أقدامه مره اخرى م. نحن بحاجه الى تعاون حتى من اخواننا سمير واخونا محمد هاي القضيه الاولى القضيه الاخرى هاي الارقام المرتفعه والارقام العاليه وهنا اسمح لي ايضا وباسم اداره هذا النادي انه نناشد سمو الامير علي نعم آه والاتحاد الاردني ان يكون في إسراع في صرف المستحقات المالية الموجودة لنادي الجزيرة كم هم؟ في الاتحاد الأردني قد تقدر بمبلغ 200 ألف أو 224 ألف إذا ما خاب هي, هي الأرقام الموجودة عندنا أستاذ خالد هي كانت تقريبا 255 ألف دينار ولكن اليوم من خلال اجتماع مجلس الإدارة بعد ما تحققنا من هذا المبلغ يعني تقريبا 224 ألف يعني وهذه أنا باعتقادي إذا ما تم صرفها للنادي. أيضا ستحل جزء صحيح. كبير من طبعًا. المشكلة المرتبطة بعقود اللاعبين. م. بالمدرب. وبالتالي سيعود النادي الجزيرة ليقف على رجلي مرة ثانية. الآن فيما يتعلق بالدمام المستحقة. نحن متأكدين من أن جمهورنا وأحبائنا وعشاقنا وتجارنا سيقفوا معنا بإذن الله تعالى. لن نترك مسافه الا سندعو كل احبائنا لهذا النادي ودعم هذا النادي أه بتمنى ومن خلال شاشتكم انه كل الجهود توجه لدعم نادي الجزيره لانه يستحق كل التقدير يستحق كل الدعم نعم. يستحق كل الاحترام طيب ايضا سؤال مهم عن باب الانتساب لعضويه الهيئه الاداريه نعم. في ممكن مشروع لكم بهذا الصدد يعني احنا اليوم كلفنا اخونا امين السر بتزويدنا بتقرير مفصل عن حاله العضويه للوقوف على حاله العضويه في نادي على تسديد الاشتراكات لانه احنا بنعرف جيدا انه رسوم الاشتراكات وفتح باب العضويه هي مطلب عام ولكن لن نقف امام عضويه سنفعل دور الانتساب في النادي يعني نطلب من جميع منتسبي هذا النادي واعضائه في الهيئه العامه العوده لتسديد اشتراكاتهم ليكونوا اعضاء عاملين وفاعلين نعم. ويتابعوا مسيرتهم في هذا النادي احنا بننتظر تقرير اخونا امين السر في حاله العضويه في النادي لنقف عليها تماما خلال الاسبوع القادم باذن الله نعم دكتور راح اسالك عن اللاعبين الذين اشتكوا على النادي بالفيفا هناك دعوه للجلوس معهم واعتقد تسويه الامور بينكم وبين اللاعبين اي نعم في الحقيقه الان بقيت قضيه اللي هي نزار محروس م. وقضيه عواطه واليدو ومخالفات الاسيوي اوكي الامر محسوم فيها م. يعني وتم الاتفاق مع هؤلاء الاشخاص المعنيين في هذا الامر ولكن الان العقبه التي تواجهنا بكيفيه واليه توفير هذه المبالغ نعم يعني احنا امام يعني تحدي كبير الان لتوفير هذا المبلغ لذلك انا اكرر يعني من هذا المنبر واناشد جميع المحبين وجماهير نادي الجزيرة وعشاق نادي الجزيرة لأن يقفوا أمام أمام هذا النادي النادي نادي الجزيرة نادي عريق نادي يتطلب من جميع محبين وعشاق هذا النادي أن يقفوا معه نادي تأسس سنة السبعة وأربعين نادي يعتبر عن قطعة ثمينة ساهم وبشكل كبير في رفض الرياضيين ساهموا بشكل كبير في تطوير كرة القدم الأردنية، أنا من هذا المنبر أوجه رسالة إلى زمو الأمير علي هذه الدمعة الموجودة في عيني ثمنها غالي، ثمنها غالي ويستحق منا نادي الجزيرة أن تسال له الدموع يا محمد المحارمة يا سمير منصور انتم وقفتوا مع هذا النادي وعملتوا في, في في هذا النادي هذا النادي رفع اسم سمير منصور هذا النادي رفع اسم محمد المحارمه محمد المحارمه لم يكن معروف قبل ان ياتي الى هذا النادي الان الشارع الرياضي الاردني كله يتحدث عن محمد المحارمه محمد المحارمي انا اطالبك انا كشخص ومحب وعاشق لهذا النادي ان تقف مع هذا النادي اطالب سمير منصور اطالب سمو الامير علي رئيس الاتحاد انا اوجه رساله الى اتحاد كره القدم يا اتحاد كره القدم لا تكون انت مؤسسه او أن يعني مؤسسه تقوم بهدم هذا النادي لدينا مستحقات لنادي الجزيرة على اتحاد كرة القدم يجب على اتحاد كرة القدم أن يوفر هذه المبالغ ويعطيها لنادي الجزيرة الآن نحن أمامنا أستاذ أحمد أسبوع أسبوع إذا لم نستطع أن نوفر هذه المبالغ سيحجز على هذا النادي لن نستطيع أن نقيد أي لاعب لهذا النادي هاي مناشدة لأيضاً لسمو الامير حسين ولي العهد الرياضي المحب والعاشق للرياضه الاردنيه انا من هذا المنبر وجه له رساله وجه رساله الى جلاله الملك هذا النادي نادي عماني نادي تاسس قبل استقلال الاردن في حادث بدي احكي لك اياه استاذ احمد مهم جدا قبل شهر قبل شهر احد الاشخاص انتلك بوت نايك احتفظ فيه من سنه 72 بوت نايك احتفظ فيه من سنه 72 الان قبل شهر شركه نايك طلبت من هذا الشخص ان تشتري هذا الحذاء ب مليون دولار تعرف ليش هذا الحذاء الحذاء عمره 48 سنه 48 سنه نادي الجزيره يا اتحاد كره القدم ليس بحذاء نادي الجزيرة هذا ساهم وبشكل كبير في 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 في, في تطوير كرة القدم الأردنية نادي الجزيرة قطعة ثمينة عمرها أكثر من 72 سنة أنا أطالب من هذا المنبر من هذا وأنا كعضو في هذه اللجنة المؤقتة أن يقف الجميع مع نادي الجزيرة نحترم مشاعرك دكتور حبك لهذا النادي نتوقف الآن أعزائي المشاهدين مع فاصل قصير ثم نعود إليكم ابقوا معنا منتخب سقور الأردن لكرة السلة تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس العالم منتخب يستعد وسيدخل في أجواء بطولة كأس العالم أكيد هو إنجاز يوازي الإعجاز وهذا فعليا كيف نحن دائما نحكي العرس الكروي اللي هو مباراه كاس العالم لكره القدم نفس الشيء يوازيها كره السله شوفنا فرديه بالاداء اكثر نعم. من انها جماعيه فهي المنظومه كامل هاي هم العاب القوه هم من العاب القوه زياره سمو الامير حسين اعطت المعنويه والدافعيه ورفعت معنويات صقور الاردن فكثير كانت زياره حلوه اللعيبة كثير كان دافع معنوي عالي لهم بالاسماء اللي عندنا احنا قادرين بس شرط نحن نتعامل مع المباريات صح مجموعه وصفها البعض بالجيده فيما اتجه البعض للحديث بانها صعبه بالنظر للمستوى ونتائج المنتخب الوطني الحالي لا اجد كلمات تصف الفوز الا انه فاز منتخبنا يجب التغيير باسرع وقت ممكن لانه انت بتمتلك على الاغلب مواهب وكنوز في كره القدم الاردنيه حاليا يمكن ما تتكرر ما ان تستم موجود عندهم لا بالدفاع ولا بالهجوم الافترا اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين نتابع الحديث عن نادي الجزيره والان نتحدث عن المهام الصعبه التي تنتظر اللجنه المؤقته بخصوص اللاعبين والجهاز الفني استاذ خالد اعود وارحب بك من جديد اهلا فيك أسلام الان أسلام. الشغل الشاغل للجنه كيفيه الحفاظ على اللاعبين صحيح وهم نقدر نحكي انه الدرر الموجوده في في النادي الذي جعل النادي يعني ينافس منذ خمس او ست سنوات صحيح. على المراكز المتقدمه واحرز صحيح. الكؤوس وتاهل الى نهائي كاس الاتحاد الاسيا والان الكيفيه الحفاظ على هؤلاء اللاعبين لان ابرز اللاعبين او ابرز النجوم الفريق الان يتفاوضون مع انديه اخرى صحيح يعني انت بتعرف اخي احمد بانه الان في حاله من انتهاء العقود وايضا هناك الضائقه الماليه اللي بيعيشها هذا النادي لكن احنا وذكرت لك من البدايه بانه احنا همنا الحفاظ على الجهاز الاداري والجهاز الفني واحنا اتفقنا مع اللجنه الرياضيه للجلوس مع اللاعبين وسيكون هناك حوار مع هؤلاء اللاعبين انا متاكد بان اللاعبين هم ابناء النادي نعم. ومحبين للنادي صحيح. وايضا ما بننكر بانه اللاعبين خلال الفتره الماضيه اللي ضحوا باستحقاقاتهم الماليه لاشهر طويله وانجزوا هذه المنجزات يستحقون كل التقدير ويستحقون كل الاحترام، وانا ايضا يعني براهن على انهم سيقفوا مع ناديهم. احنا رح وزي ما حكينا مسبقا احنا ما بنمتلك حل سحري ولا عصا سحريه. سيكون هناك ان شاء الله ترتيب لمحاوله على الاقل دفع دفعات وترتيب مستحقاتهم الماليه على شكل دفعات حسب ما هو متوفر. آه النادي للامانه الان لا يمتلك المبالغ الكافيه نعم. لدفع مستحقات اللاعبين، ولكن كل مبلغ وكل قرش سيدخل لهذا النادي سيكون اولويه قصوى الجهاز الاداري والفني واللاعبين للحفاظ على كينونه هذا النادي واستمراريته واستمرار آه عطائه بهذا الشكل. آه وانا ايضا برجع براهن بانه لاعبينا كافة محبين لناديهم وعندهم الاستعداد للعطاء وتقديم مزيد من التضحيات لأجل هذا النادي لكن لا نراهن على ذلك طويلا أرجو منهم ومن هذه الشاشة أيضا ومن هذا المنبر أن يقفوا مع ناديهم قليلا حتى يستطيع النادي الوقوف على قدمه ومن ثم بإذن الله يكون يعني استحقاقهم محفوظ ونحن نعترف باستحقاقاتهم لن تؤكل إن شاء الله هذا حق طبيعي لهم لهم الأولوية في دفع هذا المستحقات مجرد أن توفرت المبالغ واللجنة الفنية بإذن الله واللجنة الرياضية ستساعدنا في تحديد المستحقات لهؤلاء اللاعبين ويتم توزيع المبالغ بناء على ذلك باذن الله تعالى استاذ خالد بحث عن الداعمين امر مهم طبعًا انه طبعا طبعا وهي خطوه القادمة. قادمه لكم نعم صحيح شيء يعني شيء مهم جدا يعني احنا الجلسه الاولى زي ما حكيت لك م. قد يكون الجلسه الاولى فيها بروتوكولات م. ولكن احنا في الجلسه الاولى بدانا نبحث عن حلول ومن هنا كان في الجلسه الاولى في اجتماعنا الاول تكليف للدكتور زياد والأخ سامي عبد العزيز لي. آه وضع تصور لاحتفال داعمي آه لهذا النادي للخروج من بعض الازمات الماليه المرتبطه على الاقل بالتسجيلات، بالعقودات، باللاعبين، بالاداريين، بالفنيين، بالجهاز الفني والتدريبي. آه وهذا يعني يدل على انه البحث سريعا عن خروج او عن حلول للازمه آه الماليه في النادي، حتى يستمر النادي ويستمر لاعبينه ومحبينه بهذه الطريقه دكتور زياد مفاوضات جديه مع المدير الفني التونسي شهاب الليلي الى اين وصلت هذه المفاوضات آه، كلفتني الاداره مشكوره للجلوس مع الكابتن شهاب وتحدثنا آه، وتحدثت معه آه في هذا الامر والمدرب شهاب ليلي لديه استحقاقات سابقه تقريبا قيمتها 46 ألف دينار تتحدث يعني ما يزيد عن 70 ألف دولار والآن إذا ما أردنا أن يعني نجدد معه الوضع المالي الآن هو وضع صعب ولكن صح. أنا كشخص وكذلك الاداره من ضمن اولوياتنا وهي انا بحكيها للكابتن شهاب الليلي من اولوياتنا اللي هو التوقيع مع شهاب الليلي وهو حب يظل مع الجزيره هو هو عشق مم هذا النادي نعم هو حب هذا النادي حقيقه وقدم الكثير لنادي الجزيره وان شاء الله سيقدم الكثير اهم شيء هلا بالنسبه لنا يعني حقيقه اللي هو آه تمديد عقد آه شهاب الليلي آه نحن الآن نبحث زي ما ذكر الأستاذ خالد عن آه مخارج آه مادية أو خلينا نحكي نعم. مداخيل آه مادية لتعزيز خلينا نحكي آه الرصيد المالي آه في صندوق آه النادي إذا ما استطعنا توفير هذه المبالغ إن شاء الله وسنقدر وسنفعل وسنبذل الغالي والنفيس نعم. في تقديم كل يعني ما هو مفيد لهذا النادي وتثبيت هذا الجهاز اللي فعلا يعني عندما جاء شهاب الليلي ظهر الجزيره بثوب جديد ولا ننكر ايضا عطاء المدرب السابق الكابتن نزار محروس يعني وايضا الجهاز الفني اللي عمل مع جهاز مع الاستاذ نزار محروس والكابتن شهاب الليلي، الكابتن امجد ابو طعيمه، وكذلك الكابتن عامر عقل، كلهم هؤلاء المدربين ساهموا في ان يكون نادي الجزيره رقما صعبا ومنافسا قويا على بطولات البطولات المحليه وكذلك البطوله الاسيويه، فان شاء الله هذا هو يعني هو اهم اولوياتنا في الاداره الحاليه نعم. لكن الليلي كما عرفت من بعض المصادر انه يريد شروط عنده شروط ومن اهم الشروط انه ان يبقى اللاعبين متواجدين في في النادي يعني اجمل اجمل ما يميز حتى الكابتن. ان اللاعبين صرحوا ان في حال بقاء الكابتن شهاب الليلي نعم. فانا متواجد بالنادي نعم يعني أجمل... هذا شيء جميل جدا نعم. اسمح لي أنا أعطف هنا اخي احمد بانه هاي الحاله من الحب المتبادل نعم. قد تكون نادره في ملاعبنا صحيح. وفي عنديتنا ان يكون هناك ارتباط وثيق بين اللاعبين والمدرب نعم. والحاله العكسيه لهذه الحاله ايضا بين المدرب واللاعبين هي حاله نادره في ملاعبنا وبالتالي انا متاكد من انه الاستاذ آه شهاب الليلي محب جدا للاستمرار مع لاعبين ونادي واحنا راح نبذل جهد بانه ومؤمنين بان يستمر هذا الجهاز الفني واللاعبين ايضا بوجود هذا الجهاز باداره ايضا المدير الفني الاستاذ شهاب الليلي دكتور عن لا اضافه على ما تحدث <applause> به نحن يعني بضم صوتي مش صوتي هذا صوت الاداره واليوم يعني اتخذنا قرار فيه احنا سنحاول ولكن يعني فليعلم الجميع كمان الكابتن شهاب الليلي صندوق النادي فارغ ولكن انا اريد يعني اني خليني اعطي آآ مؤشر, آآ مؤشر يعني ايجابي يعني الان يعني انت تتحدث عن أرصدة لنا لدى الاتحاد تقريبا 225 230 ألف إذا أفرج عنها اتحاد كرة القدم ستحل لنا مشاكل كثيرة اليوم وإحنا قاعدين في مجلس الإدارة وصلنا اللي هو المبلغ تبع الاستحقاق الآسيوي اللي قيمته 40 ألف, ألف دولار هنالك يعني حديث عن شخص سيقدم يعني دعم للنادي الجزيرة يعني في جهود تبذل في مم. هذا الاتجاه نتمنى يعني أن نحقق المطلوب وننقذ نادي الجزيرة ولكن هذه رسالة أنا بوجهها أيضا يعني الباب مفتوح يعني وهذا تحدثنا فيه اليوم الباب مفتوح لجميع المحبين والعاشقين لهذا النادي أن يقدموا المساعدة لهذا النادي بالطريقة التي يعني يرونها استاذ خالد يوم الاثنين القادم ان شاء الله سيكون ثاني نعم. اجتماع نعم للجنه وهذا الاجتماع راح يكون الاهم يعني الاول كنا تعارف وتوزيع <applause> مناصب الان هذا الامور سريعه ما شاء الله يعني يعني الاجتماع الثاني قريب واعتقد انه راح يعني يكون في خلق حلول يعني كان واضح مم. تماما انه صدق مشاعر اخي الدكتور زياد نعم. وهو يتحدث عن هذه الجزيره وبالتالي حتى تستطيع الوقوف على حيثيات كل القضايا في نادي الجزيره كان يجب ان تسرع في الاجراء. صحيح. من هنا ما في مجال ايضا انه تؤخر اكثر لانه هناك استحقاقات يجب ان تسدد هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى يعني انا هنا اسمح لي اخي قد قد تكون مشكلتنا في نادي الجزيره هي اشكاليه يعاني منها معظم انديتنا الاردنيه ولكن لانه الان احنا موجودين في هذا النادي. وقد نكون كاداره مؤقته آه يعني نحن يعني اداره مرحليه ما بين اداره استقالت واداره ستستلم زمام الموضوع ونحن مؤمنين اصلا بان الادارات المنتخبه طبيعيا هي الادارات ذات الولايه الحقيقيه صحيح. على النادي آه لكن سنبذل جهد مضاعف وسنحاول كل جهدنا من اجل على الاقل ان تكون الاداره القادمه المنتخبه تجد استقرار في هذا النادي وهذا ما نبذله من جهد ان شاء الله راح تكون اجتماعاتنا سريعه ومتقاربه حتى نستطيع أن نعيد النادي الى مساره الطبيعي باذن الله تعالى باذن واحد احد انا حاب اشكركم استاذ خالد مصطفى رئيس اللجنه المؤقته لنادي الجزيره شكرا جزيلا لقبول دعوه القناه الرياضيه الاردنيه بالعكس انا اللي بشكرك اخي احمد وبشكر جميع الاخوان العاملين في قناه حصاد الرياضيه وبشكر اخواننا العاملين على شاشه تلفزيوننا الحبيب وبشكر مشاهدينا الاعزاء اللي سهرناهم معنا الليله لكن انا متاكد بانه جمهورنا الحبيب اللي الان بيتابعنا وصلتوا رسالتنا وباذن الله سيقف وقفه رجوليه شجاعه لدعم نادي أشكرك اخي احمد بعمق لانه اهتمامكم من اليوم الأول في الجلسة الأولى في مسار هذا النادي العظيم النادي الرائع النادي التاريخي النادي الذي يمثل الأردن هو يمثل حقيقة معنى المتابعة والديمومة لهذه المحطة ولهذا وإن شاء الله رحنا داعمينكم يعني الله يبارك يعني بأي اجتماع وللآخر إن شاء الله إن شاء الله شكرا دكتور زياد أعطيك الفاكهة وأنا يعني حقيقة من هذا المنبر أنا وجه التحيه يعني لهذه القناه قناه رياضيه ممثله بكوادرها وعلى راسها مدير القناه الدكتور ماجد العدوان حقيقه اللي يعني يتيح دائما الفرصه لجميع خلينا نحكي النقاد ان يتحدثوا بشفافيه وبحريه مطلقه انا اشعر نفسي يعني كانني في بيتي وعندما اتحدث من خلال هذا المنبر يعني انا اقولها للجميع والله في لم يكن علي في يوم من الايام يعني املاءات للتحدث حتى انا يعني احيانا تعديت الخطوط الحمراء في النقد وهذه القناه دائما يعني تستضيفني وتستوعب دائما الكلام اللي اطرحه ليس فقط يعني فيما يخص نادي الجزيره وانما فيما يخص خلينا نحكي الرياضه الاردنيه بشكل عام <applause> الله يعطيكم الف عافيه الله, الله يعافيك شكرا جزيلا شكرا جزيلا اذا اعزائي المشاهدين وصلنا الى نهايه حلقه هذا اليوم من حصاد الرياضيه علي امل ان نلقاكم في حلقه اخري الي اللقاء